من دمشق إلى جبلة ومن ثم إلى حلب، سواعد سورية تكاتفت وتعاونت لتقدم العون لكل سوري متضرر من الزلزال، وتفتح مطبخ ميداني همه الأكبر دعم كل من طالته أضرار الزلزال، سواء كانوا متواجدين بمراكز الإيواء أو أي مكان تاني. اتفقنا نكون إيد واحدة ضمن غرفة عمليات واحدة نتساعد لنقدم لأهلنا المتضررين بكل المناطق. قدرنا نطلع بأكثر من قافلة، اليوم في قوافل تصل لحلب إن شاء الله وقوافل تصل للادية وجبلة. همنا الكبير نكون مع أهالينا، فعلا عم نلاقي دور لقلنا نقدر نساعد ونساند. اليوم عملنا مطبخ ميداني، هذا المطبخ وين بيجينا خبر انه في اسر او عوائل او اماكن ما وصلها شيء مساعدات، فورا بننطلق نقدم لها. الزلزال اللي ضرب سوريا ترك كل السوريين متضررين، سواء ضرر نفسي او حتى مادي، وتلبية للنداء والدافع الإنساني تواجد عدد كبير من المتطوعين ضمن مطبخ ساعد، واللي بدورهم تركوا منازلهم وانطلقوا لإغاثة الأكثر ضرراً بالمناطق المنكوبة. تواصلت مع رفيقي بقلب الجمعية، قلت له أنا كيف فيني يكون موجود معكم؟ بوقتها قال لي أنت وين مباشرة؟ قلت له أنا والله بالباص وجاي على الجمعية بشكل مباشر. قال لي بعث لي صورة هويتك لحتى ينزل اسمي بقلب المهمة، وفعلا أنا على فكرة طلعت بتيابي، يعني لا أخذت معي غراض للسفر ولا جهزت حالي أبدا. فانطلقنا بالبداية على جبلة مع قافلة مساعدات، وبعد هيك توجهنا اتجاه حلب لأنه الضرورة اللازمة كان بيتطلب أنه نحن نكون متواجدين هون. أهل حلب نادونا أنه نحن من الشام لبينا النداء، وطبعاً عيب الواحد يقول شام وحلب، نحن سوريا بالنهاية. مصاب حلب هو مصاب اللاذقية، والوجع بحماه شعر فيه أهالي حمص، ولأنه سوريا جسد واحد عملية التشافي رح تكون وحدة، ساعد بساعد وإيد بإيد لإضاءة الأمل من جديد.